يسعد لي مساكم يا أحلى وأجمل متابعين. بإذن الله اليوم رح نشوف الموجود في المركز، بس حابة أذكركم بفروعنا الرياض، مخرج 29 شارع بلال بالرباح، خميس مشات الخالدية والضيافة. قسم المنظمات توفر لكم كمان منظم الدواليب، طبعا له استخدامات متعددة باللون الأبيض والأسود والفضي، وكل قطعة رح تكون 5 ريال. التصوير من فرع جدة، شارع 60، شمال دوار الفلك، أمام أسواق البوادي. طبعا جايتنا بأشكال وأحجام جدا مختلفة. عندنا هنا المستطيل، الحجم الصغير، والمربع كمان، وعندنا هنا مع الغطاء. جديد رجع توفر المنظم اللي يتعلق بهذا الشكل للبهارات، للمنظفات، لأشياء متعددة. وفرنا لكم هو بالثلاث ألوان، الموف والأبيض والأسود. جديدنا اللي وصلنا كمان العصارة اليدوية، تكون جاية بهذا الشكل، وصلتنا بالثلاث ألوان، السماوي والوردي والتفاحي، وكل قطعة راح تكون 5 ريال بالشكل المستطيل والمربع، الحجم الصغير والدائري كمان. وطبعا كل قطعة في القسم راح تكون بس ب5 ريال. قسم صواني البايركس، تعالوا نشوف متوفرة عندنا بأحجام جدا مختلفة. شايفين عندنا هنا الشكل الدائري، وعندنا كمان هذا الشكل. شوفوا ايش وفرنا لكم يا أحلى زباين. طقم السرير وراح تكون عبارة عن الشرشف والمخدة. الشرشف راح يكون مقاسه 54 × 90 سنتيمتر، وطبعا وصلتنا بأشكال. جديدنا اللي وصلنا كمان السلات المعدن، طبعا لها استخدامات جدا متعددة، تستخدموها للفواكه، لمحبين الكافي كمان تقدروا تستخدموها لكبسولات الكافي. وراح تكون جايتنا بالثلاثة ألوان، الفضي والأسود والأبيض، وكل قطعة راح تكون 5 ريال. اللي توفر عندنا كمان العوازل الحرارية الخشبية، وصلتنا بالشكلين، الشكل المربع والدائري، راح تكون كل قطعة 5 ريال. سألوا على منظم السكاكين والملاعق، رجع توفر عندنا، وكل قطعة راح تكون 5 ريال. توفرت حافظات الأكل بالحجم الكبير، شايفين كيف حجمها، مع الغطاء، وراح تكون القطعة 5 ريال. الأكواب، تعالوا نشوف الشيء الجميل اللي وفرناه لعيونكم. الأكواب السيراميك بالحجم المتوسط، وصلتنا بأكثر من لون، التيفاني الوردي والأورنج والأصفر الليموني والرمادي، وراح تكون الحجم المتوسط، القطعتين 5 ريال. ووفرنا لعيونكم كمان بالحجم الصغير، شايفين ألوانها كيف جدا رائعة، وراح تكون الحجم الصغير، الثلاثة أكواب ب5 ريال، وألوان جدا متعددة، والمجموعة راح تكون 5 ريال. قسم اللوح، توفرت عندنا اللوح الفلين، طبعا جايتنا بأشكال جدا متعددة. شوفوا هنا لكورن الكافي، لغرف الأطفال كمان، شايفين. وصلت اللي وصلنا كمان سلة المهملات بالغطاء بهذا الشكل الرائع، طبعا جاية بأكثر من لون، وكل قطعة راح تكون 5 ريال. هنا بالحجمين، الحجم الكبير والحجم الصغير بهذا الشكل، وكل قطعة راح تكون 5 ريال. قسم الشنط، توفرت عندنا تشكيلة جدا كبيرة للشنط بأشكال جدا متنوعة ومختلفة، شايفين ألوانها كيف، وراح تكون القطعة بس ب5 ريال. قسم سفر الطعام، توفرت عندنا السفر البلاستيك، طبعا جايتنا بأشكال جدا متعددة ومختلفة، بالشكل الدائري والشكل المربع كمان، وراح تكون كل قطعة ب5 ريال. والأسود، شايفين كيف شكل الأسود جدا رائع، وعندنا كمان هذا اللون الوردي مع الفستقي، وكل مجموعة راح تكون ب5 ريال.
أكيد رجعنا وفرنا طقم شنط المكياج بالثلاثة أحجام، رح تكون جاية الشنطة الصغيرة والوسط والحجم الكبير، وجايتنا بأكثر من لون، الفوشة الحجم الصغير، ورح تكون الأربعة 5 ريال. يحبوا يعملوا الأساور والسلاسل، وفرنا لعيونكم الوتر أو المطاط بالحجمين. عندنا هنا المجموعة الحجم الكبير ورح تكون قطعتين 5 ريال. وعندنا من قسم المنظمات توفر عندنا منظم الملاعق والشوك والسكاكين باللون الأسود، ورح تكون القطعة 5 ريال. الرائع، وكل 3 قطع 5 ريال. اللي وصلنا من قسم السيراميك الزبديات السيراميك بهذا الشكل الجميل، راح تكون الثلاثة قطعة 5 ريال. عندنا كمان بالشكل الثاني، شايفين كيف شكلها جدا. رجعنا لكم بتغطية جديدة من فرع جدة شارع 60 شمال دوار الفلك أمام أسواق الوادي، فروعنا الرياض محرش 29 شارع بلال بالرباح 5 مشيط الخالدية والضيافة. تلكون. وعندنا هذه المجموعة رح تكون الأقماع بس، وكل مجموعة رح تكون 5 ريال. يحبوا بيتفننوا بالكيك ويزينوا، وفرنا لكم أقماع تزيين الكيك. عندنا هنا المجموعة الأولى رح تكون جاية مع الكيس السيليكون، وعندنا المجموعة الثانية برضو جاية مع الكيس السيليكون. ودلعوا أطفالكم معانا، شوفوا ايش وفرنا لكم. اللوح الفلين جايتنا برسمات وأشكال متعددة، ومعاها كمان الألوان المائية سواء للبنات أو الأولاد. القطعة 5 ريال. وجديدنا اللي وصلنا كمان من قسم التحف والهدايا الشمعدانات المعدن باللون الذهبي، ووصلتنا بأكثر من شكل شايفين، وراح تكون جايتنا برسمات جدا رائعة ومختلفة، راح تكون القطعة 5 ريال. اللي وصلنا كمان من قسم التحف، التحف الجميلة هذه باللون الذهبي، وصلتنا بأشكال مختلفة، وراح تكون كل قطعة 5 ريال. الدي والأبيض والتيفاني، وكل قطعة راح تكون 5 ريال. واللي وصلنا من قسم المناشف، المناشف القطنية هذه طبعا نوعيتها جدا رائعة سريعة الامتصاص، ورح تكون جاية 4 مناشف 5 ريال، رح يكون هذا حجمها. جديدنا اللي وصلنا من قسم التحف، الفازات السيراميك الجميلة، وواصلتنا بالحجمين، الحجم الكبير والحجم الوسط، ورح تكون جاية بالثلاثة ألوان. قسم البلاستيك توفرت عندنا الحافظات البلاستيك هذا الشكل شايفين، وجايتنا بأكثر من لون، وكل قطعة 5 ريال. جديدنا اللي وصلنا كمان مساحة القزاز، وجاية 2 في 1، بنفس الوقت رح يكون فيها بخاخ شايفين كيف، جدا سهلة وعملية، ورح تكون القطعة 5 ريال. مساء السعادة على متابعينا الجميلين، مساء السنة الجديدة بإذن الله تكون سنة خير وسعادة على الجميع، تتحقق فيها جميع طموحاتكم وأهدافكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وصلتنا كمان بالحجم الصغير هذا الشكل، وكل قطعة راح تكون 5 ريال. جديدنا اللي وصلنا من قسم البلاستيك، المنظم البلاستيك طبعا له استخدامات جدا متعددة في الدواليب وفي الأدراج وفي الثلاجة كمان، وكل واحدة واستخدامها. واصلنا بالحجمين، الحجم عاب كثير منكم كانوا بيسألوا على الحصالات، ورجعنا وفرناها لعيونكم بأحجام وأشكال مختلفة. عندنا هنا الحجم الكبير والحجم المتوسط كمان، وجاي بأشكال جدا متعددة، ورح تكون كل قطعة 5 ريال. شايفين حجمها متوسط، والمجموعة رح تكون 5 ريال. فوشي كمان والأزرق، كل قطعة رح تكون 5 ريال. الصغير هذا الشكل رح يكون شايفين، وعندنا كمان بالحجم الثاني رح يكون بهذا الحجم، وواصلنا باللون الفوشي
والفسفور الأخضر، وصلتنا كمان بالحجم الصغير بهذا الشكل. كل قطعة راح تكون 5 ريال. عندنا هنا الحجم الصغير سواء للبنات أو الأولاد، وراح تكون الثلاثة قطع ب5 ريال. توفرت عندنا كمان بأشكال جدا رائعة، شايفين؟ أنا بهذا الشكل الدائري، وكل قطعة راح تكون 5 ريال. من قسم الميلامين توفرت عندنا صحون ميلامين بالحجم المتوسط، شايفين هنا عندنا الشكل المستطيل، وعندنا كمان الشكل الثاني. توفرت عندنا كمان يحبوا بيتفننوا بالكيك ويزينوا، وفرنا لكم أقماع تزيين الكيك. عندنا هنا المجموعة الأولى راح تكون جاية مع الكيس السيليكون، وعندنا المجموعة الثانية برضو جاية مع الكيس السيليكون، وعندنا هذه المجموعة راح تكون الأقماع بس، وكل مجموعة راح تكون 5 ريال.